إذا جسمك سكيني فات مثل هيك فهذا الفيديو لإلك. كيف كانوا يا قارين؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكون تمام. محمد بوستايل. بهذا الفيديو بدنا نحكي على سكيني فات وكيف نعمل خطة لحتى نحول الجسم 180 درجة ليصير جسم خرافي من هيك لهيك، تمام؟ فشو هو السكيني فات؟ يعني هو جسم فيه دهون نحيف بس فيه دهون بمنطقة الوسط، بمنطقة البطن، كرش مثلا أو خواصر، فهون هذا بنسميه سكيني فات. يعني كل جسمه نحيف، تلاقي يدين حاف، رجلين حاف، صدره نحيف، بس عنده منطقة الوسط بتلاقيها فيها دهون، مخزن فيها الدهون، فهي المنطقة كتير صعبة، هي آخر شيء هي الدهون بتروح. طيب شو الحل مع هذا الجسم اللي هو هيك؟ شاب كريم هون الكلاينت أنا ضربته كان وزنه هون 88 كيلو مثل ما شايفين، عضل قليل، دهون كتيرة، فشو بدنا نعمل بهي الحالة؟ أغلب الناس هون بيرتكبوا خطأ كبير واللي هو ببلش يعمل حرق للسعرات بشكل رهيب، تمام؟ يعني ببلش انه يقلل سعراته بشكل رهيب، ينزلهم بس مشان يحرق هاي المنطقة، او اغلب العالم بتقول له انه خفف كتير سعرات، يعني كل مثلا 1000 سعرة 1200 سعرة مشان تخفف كلك. طيب ما انت نحيف اوريدي، يعني انت جسمك نحيف هيك، كمان رح تاكل قليل، يعني ما رح تبني، ما رح يصير في تناسق، رح تصير نحيف كلك من فوق لتحت، تمام؟ يعني حتى الخلفية تبعك رح تصير ممسوحة مسح مع ظهرك، رح يطلع منظر ما كتير حلو. طيب شو اللي بدنا نعمله بهي الحالة إذا كان جسمك هيك؟ أول شيء بالأكل بدنا نركز عليه هو إنه ما ناخد سعرات يكون أقل من احتياجنا، تمام؟ بكتير، أو ناخد سعرات أكتر من احتياجنا. بدنا ناخد السعرات اللي بنحتاجها خلال اليوم نفسها، يعني أنت سعرات اللي بناسبة لوزنك والناسبة للنشاط تبعك خلال اليوم عشان تقدر توصل للجسم المتناسق كله، تمام؟ يعني لازم يكون في اكل وفي تمرين كمان. فهذا اللي عملته مع كريم، ما اعطينا سعرات اقل من احتياجه ولا اكثر من احتياجه، السعرات اللي بيحتاجها تقريبا. فكان وزنه 88 كيلو، شوفوا بعد شهرين ونص 3 شهور تقريبا صار وزنه هون 82 كيلو، شريدد عضل اكثر، زايد دهون طبعا راحت، ما عاد في جسم سكيني فات، صار جسم ما شاء الله معضل، فيزيك فتنس، مينز فيزيك بنسميه، متناسق تماما مع الطول، رائع. بعدين بقى فكر الواحد ممكن يضخم اكثر، اللي هو مشينا معه بهي المرحله، بس هون يعني هذا الهدف كان خلال شهرين ثلاثة واصل له، لأنه مشي صح على الخطة، يكون في خطة غذائية صح مثل ما حكينا، فما بصير تقللوا كتير السعرات ولا تزودوا السعرات، خدوا السعرات اللي انتو بتحتاجوا. طيب سؤال كوتش، كيف بدنا نحسب السعرات تبعيتنا لحتى ناخد احتياجنا؟ رح أعطيكم مثال بسيط اللي هي في معادلات كتير، رح أعطيكم إياها أبسط واحدة. أول شيء بدي إياكم تحولوا وزنكم من الكيلوغرام للباوند، أسهل شوي. إذا كان يعني كل واحد كيلوغرام بيعادل 2.2 باوند، تمام؟ هي الوزن الامريكي. بالمثال وزنك 80 كيلو، تضرب 80 ب 2.2، 80 ضرب 2.2 بيطلع معك شيء 176 باوند، هيك وزنك صار. 176 ضرب 10، لانه كل واحد باوند تقريبا بياخذ بين ال 10 وال 12 سعره تقريبا عم نحكي، فبنضرب 176 ضرب 10 بصير عندنا 1760. هدول السعرات اللي انت بتحتاجها خلال اليوم لحتى تعيش، لحتى تنام، تفيق، تطبخ، تمشي بالبيت، تشتغل شوي، بس مش شغل الجهد الكثيف، لا شغل بسيط بالبيت، يعني الحياة اليومية العادية، لأنه أنت نايم بتحرق سعرات، وأنت عم تحرك عم تطبخ بتحرق سعرات، وأنت عم تتنفس بتحرق سعرات، فكله بينحسب. فهدول السعرات اللي أنت بحاجة لها خلال اليوم. طيب هلا 1760 نحن بدنا نضيف العامل النشاطي بقى، اللي هو أنك أنت بتتمرن أو بتشتغل بجهد عالي مثلا، شغلك بتطلع دراج وبتنزل دراج، ديليفري رايح جاي مثلا، فهذا كله بده ينحسب. بدك تضرب بقى 1760 سعرة حرارية، هدول احتياجك من اليوم، ضرب العامل النشاطي، يعني إذا أنت بتتمرن 3 أيام بالأسبوع بتشتغل لك 7-8 ساعات وسطيا الحركة فيه، مانو مجهد عالي ومانو كتير كمان إنه بس قاعد على الكرسي، فبنضرب الـ 1760 ضرب 1.3، تمام؟ 1.3 اللي هو العامل النشاطي التقديري اللي انت بتعمله خلال اليوم، بيطلع معك تقريبا 2280 سعره حراريه. هدول السعرات اللي انت بحاجه لها خلال اليوم، اللي ما بصير تنقص او تزود عليها، تمام؟ تقريبا عم نحكي نحن، لانه في شغلات كمان نسبه الدهون ونسبه العضل بتنحسب، فهي شوي معقده. فعطيتكم المثال البسيط الاقرب شيء اللي بيساعدكم لتعرفوا شو السعرات اللي انتم بحاجه لها. فاول شيء حددنا السعرات اللي بنحتاجها خلال اليوم مثل ما حكينا، مشان نكسب كتله عضليه، يعني هذا الخطه بدنا يكون فيها زياده كتله عضليه وبنفس الوقت نحرق الدهون مشان نحول السكيني فات لجسم شريدد، جسم متناسق معضل. 40% بروتين، 20% دهون، 20% من الدهون الصحيه مثل الافوكادو، زيت الزيتون، صفار البيض الى اخره، الدجاج، كل هدول دهون صحيه بنحسبها. بدنا 20% من السعرات و 40% بروتين، وبيضل معنا اخر شيء اللي هو الباقي كله بيكون كربوهيدرات صحي. الخطه الغذائيه صارت واضحه شو بدنا نعمل فيها، بعدين بنروح للتمرين. التمرين مهم جدا، يعني بدون تمرين هذا كله الحكي بلا طعم. التمرين راح يكون عباره عن تمرين حديد وتمرين كارديو،
الكارديو مشان يساعدنا بحرق وزيادة الميتابوليزم، ونفس الشيء الحديد مشان نبني عضل كمان نزيد من الحرق عنا أكثر. مهم جدا التمرين القوي لهيك جسم مشان نقدر نبني من فوق ويبين الخصر والوسط أصغر، تمام؟ لأنه هو بنحيف من فوق فنبين الوسط بالدهون وبالمي المخزنة كبير، يعني مبين هيك جسمك مثلث بيطلع. هون بقى التمرين القوي حتى نقدر نكبر الكتاف والصدر والظهر بنفس الوقت. تمرن منيح، تمرين قوي، زود أوزان دائما بشكل استمرار، يعني قد ما فيك دائما تزود تعطي طاقتك للفشل، هذا أهم شيء. بنفس الوقت الكارديو، بس ما رح يكون يعني كل الأسبوع كارديو، هذا الشيء غلط، لأنه أنت هيك ممكن تخسر كتلة عضلية أكثر وتزيد من النحافة عندك. فأنت بدك تقريبا 3-4 أيام كارديو مع تمرين الحديد بيكون تمام، إضافة للشغلات اللي بنحكيها دائما اللي هي أنك تنام منيح أهم شيء مشان تقدر تساعد جسمك ليبني أكثر ويحرق أكثر، يكون مرتاح، ما يكون كورتيزول عالي، لأنه إذا ارتفع الكورتيزول لما ما بتنام منيح ويزيد الكورتيزول القلق، يعني بصير عندكم قلق فبيرتفع هرمون الكورتيزول اللي هو هذا بيمنع أنك تحرق دهون وبنفس الوقت بيهدم العضل. يعني هذا مصيبة، فمشان هيك ناموا منيح، ناموا قد ما فيكم ناموا. كتير بيجوني شباب بصراحة، يعني هاي بحسها ظاهرة اللي هي السكيني فات، ظاهرة بين الشباب، لأنه يا حرام تلاقي عم بيشتغل طول النهار وبيروح آخر الليل بس بيأكل وجبة واحدة مثلا بيتزا أو برجر أو أي شيء أو أي شيء طبخين بالبيت بس، فهون بيخزن الدهون بسرعة بهاي المنطقة مع المي، المي زادة كلها بتحبس بهاي المنطقة، فبتلاقي جسمه يعني مثل ما حكينا مثل المثلث طالع بالغلط. ما يكون وصلكم الحال شباب، بلشوا بالخطة الغذائية الصح وبالتمرين الصح، يكونوا سعرات ما يكونوا كتير قليلين وما يكونوا كتير عاليين، السعرات اللي انت بتحتاجها خلال اليوم. وأهم شيء ما بدي اياكم تعقدوا للموضوع، لأن الموضوع بسيط جدا، استخدموا هاي المعادلة وإن شاء الله راح تستفيدوا عليها. يعني هي ما أنا 100% دقيقة وبنفس الوقت ما أنا غلط أبدا، راح توصلكم للهدف. أنتوا في شغلات أدق نحن المدربين بنعرفها والناس الخبرة اللي عندها خبرة بتعرف فيها لحتى تساعدك تتطور دائما، تمام؟ هيك كان جسمه كريم من 88 كيلو ل 82 كيلو. انتو كمان اذا بدكم تحولوا جسمكم، حابين انه حدا يعملكم كوتشنج وتحفيز لتوصلوا للهدف تبعكم، ويكون الخطة الغذائية الصح مع التمارين وكل شيء والتعليمات، تواصلوا معي على الواتس او على الانستا لحتى نبلش انا وياكم سوا ان شاء الله ونعمل نقلة نوعية هذا الجسم الخرافي. بشوفكم على قريب يا قهرين، تكير سلام.